الفلوس الفلوس ماني ماني. في انباء انتشرت مؤخرا انه هيكون في زياده في اسعار تذاكر القطارات. لا انا كان في مداخله من شويه بتتكلموا على الجو 49 بكره. لا لا بس الحمد لله ونوفي. لا نوفي فانا كماله للنفي. هتنفي كمان النهارده النفي العالمي النهارده تماما يعني مفيش تفكير في زياده تمام الاسعار مفيش حاجه هتزيد دلوقتي عشان قال لك ايه الحق ده الحكومه هتزود سعر القطر علينا. لا لا ما نتمناش والله ما نتمناش لكن نتمنى ان احنا ندي للناس الخدمه اللي تليق بيهم يعني. طيب حضرتك كلمتنا على المترو دلوقتي بقى القطر في رمضان ان شاء الله. طيب هنشغل العمليه ازاي؟ ايه الجديد اللي هيتعمل في شهر رمضان عشان كمان ولادنا بقى اللي في المحافظات اللي بيبقوا عايزين يجوا يفطروا هنا ويرجعوا اخر الليل او العكس؟ ايوه القطارات هو القطارات حوالين الفطار موعدها هتتغير. مواعيدها هتتغير بحيث ان احنا نسمح للناس انها تفطر وبعدين تاخد القطر او تاخد الرحله بتاعتها وتلحق قبل الفطار توصل بيتها. فده انا عندي بيان. طب يا ريت يا فندم تقول لنا لو سمحت لان دي يعني اخبار احنا بنقولها لجمهور صباح دريم اللي بيتابعنا دلوقتي اللي عايز يعرف ايه الجديد في السكه الحديد والقطارات في شهر رمضان ان شاء الله. اتفضل. ففي 8 قطارات اتغير مواعيدها. 3 قطارات من اسكندريه للقاهره و3 قطارات من القاهره لاسكندريه وقطر القاهرة الإسماعيلية وقطر القاهرة المنصور. ففي قطر 915 ده المفروض يطلع الساعة 3:30 يوصل اسكندرية الساعة 6:15 قبل الفطار. ده المفروض بيطلع من القاهرة 3:30 يطلع 3:30 من يوصل اسكندرية 3:30 بعد الظهر. ايوه يوصل اسكندرية قبل الفطار 18:15 اللي هو الساعة 6:15 ان شاء الله. 6:15 باذن الله. باذن الله. ده الميعاد بتاع رمضان. الميعاد الجديد بتاعه ميعاد رمضان. ده هيبتدي من يوم 27 على طول. قطر كام يا فندم؟ ده 915. ده قطر 915. تمام. وفي 925 ده يطلع الساعة 5 ويوصل الساعة 8 ده هيفطروا في السكة بقى ده بس ده اللي من يختار يعني. تمام. ده من فين في القاهرة اسكندرية؟ ده القاهرة اسكندرية برضه. تمام. يطلع 5 يطلع الساعة 5 ويوصل للساعة 8:05. يوصل 8:05 بإذن الله. 927 وده بيبقى عليه كثافة كبيرة اللي هو المفروض كان بيطلع الساعة 7 هيطلع 8:10. هيطلع 8:10 يا دول يفطروا بعد الفطار بقى. يعني يفطروا في السكة الحديثية يفطروا في المحطة نفسها بالظبط كده ويتاكلوا على الله. يطلع 8:10 ويوصل الساعة 11 للتلت ان شاء الله. طيب قطارات ايه تاني؟ القطارات من اسكندريه نفس الحكايه في 931 ايوه المفروض يطلع الساعه 4 ايوه ويوصل الساعه 7 للتلت 7 للتلت ان شاء الله. تمام. 926 برضو من اسكندريه ده يطلع الساعه 8 الا ربع ده اللي هو كان المفروض بيطلع برضو 7:10 من سيدي جابر يعني ده يطلع 8 الا ربع ويوصل الساعه 10:15 ان شاء الله. القطر اللي رايح اسماعيليه اللي هو 959 ده يطلع المفروض الساعه 5:15 يوصل الساعه 8:05 وقطر 1915 ده للمنصوره يطلع الساعه 3:10 يوصل الساعه 5:30 ل5. دي القطارات اللي اتغير مواعيدها. دي القطارات اللي اتغير مواعيدها ده للصعيد. لا فيش صعيد. مفيش صعيد. الصعيد مسافات طويله ما تقدريش تظبطي ميعاد قطر على ميعاد رحله على ميعاد فطار يعني مواعيد الصعيد زي ما هي. مفيهاش تغيير خالص. تغيير. التغيير بس اللي عملناه توافقا مع ساعات الصيام اللي هي خط اسكندريه القاهره ايوه والمنصوره والاسماعيليه. والمنصوره والاسماعيليه.